السلام عليكم. اليوم رانا في غردايا وسوف نروح نزور الجامعة تاع غردايا، لأن هذه جامعة غردايا ونشوف الأحياء الجامعية في المدينة الجامعية الجديدة هذه تاع غردايا، إذن واللي تقع حوالي 20 كيلومتر، حوالي 20 إلى 30 كيلومتر على مدينة غردايا. شوف هنا الأحياء الجديدة في مدينة غردايا، وهذه الأحياء بالقرب من الحي الجامعي والمركز الجامعي والقطب الجامعي تاع مدينة غردايا. أنا شاهد في القطب الجامعي تاع غردايا، وهذه أحياء جديدة. جميلة جدا، نشوف النمط العمراني، الموظف شيء جميل، فيه زوج طبقات وفيها سكنات نوع يعني فيلل جميلة. هذه النوع تاع السكنات اللي احنا نحب نشوفه في المدن تاعنا في الجزائر، في كل ولاية الوطن نحب نشوف هذا الحجم تاع السكنات، يعني مش كبير وتكون يعني تكون وفرة لهذه السكنات، تكون وفرة. إذن هذا هو النمط العمراني اللي حبينا نشوفه. وأنا شوف أحياء جميلة. أنا رانا في الحي القطب الجامعي، القطب الجامعي أنت إذن ولاية غردايا. هنا شاهد جامعة غردايا، قطب جامعي ضخم وفيه أحياء سكنية، أحياء سكنية مجاورة للقطب الجامعي. شوف إنه من الناحية العمرانية فيه عمل جميل جدا، فيه عمل رائع من ناحية التهيئة العمرانية. وهنا أنا نشوف هناك المستشفى الجامعي الجديد في مدينة
غردايه او اللي تبع لولايه غردايه، نشوف نروح نشوف المستشفى الجامعي الجديد تاع مدينه غردايه، وهنا نشوف الاحياء رائعه، احياء جميله جدا، يعني شيء رهيب. عندنا احياء جميله، نمط عمراني ما شاء الله. مغلقة فيها يعني ترانكيليتي، هذه ترانكيليتي انتيميتي، انتيميتي هذه الانتيميتي اللي نحبوا نعرفوها، نحب تكون عندنا في الاحياء. الانسان يطلق ولاده ما يخافش يطلق، يعني فيها حرمة، مراعاة للحرمة نتاع العائلات. وهذه هي احياء جميلة، و هذا هو المهم. وفيه احياء، وهنا كاين هنا فانا نشوف المستشفى الجامعي الجديد نتاع مدينه غردايه. هذا هو المستشفى الجامعي لمدينه غردايه، وإن شاء الله نخلونا نشوفه ولا نصوره ولا ممكن نخلونا وسيدار يا طول راحي. هو انجينير إيه. هذا كان في القنو ولا في أزرار؟ والله كنت نعرفه في الجزائر. باش البورطاب خليت النيميرو ما عنديش. باش نشوفو لك واحد، بس نشوف ندور نعاود نعاود نرجع. انجينير كان؟ ايه انجينير. واسمع عبد الرحيم؟ ايه. يا الو.